السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتكلم في الدرس ده عن الست، عن التري ست. طبعا الست هي داتا ستراكشر ما بتقبلش بتكرار العناصر، والتري ست احنا قلنا التري ست هي بتنفذ ريد بلاك تري، وبتعمل ايه؟ وبترتب العناصر على حسب قيمتها، يعني بتعمل فرز للعناصر، تعمل سورت. ده بالنسبة للتري ست. لو رحنا للدوكيومنتيشن بتاع التري ست، ده كلاس تري ست، هنلاقوا فيه دوال جديدة بقى غير دوال الكوليكشن اللي كانت موجودة في الهاش ست واللينكد هاش ست. طبعا اد اول عارفينهم. سيلينج دي بتعمل ايه؟ بترجع العنصر الاكبر من العنصر اللي عندي. يعني مثلا لو عندي ست فيها 1 2 3 4 5، قلت لها سيلينج الاربعة، هتطلع الخمسة، يعني عنصر الاكبر من الاربعة الخمسة. لو في مثلا اربعة ستة، مفيش خمسة، اربعة ستة، وقلت سيلينج الاربعة، هتطلع الستة فعلا، لان هي بتطلع العنصر الايه؟ العنصر الاكبر من الاليمنت اللي انا مديهولها. طبعا كلير بتعمل كلير للعناصر. طب تعالوا كده ايه، نكتبوا الدوال اللي احنا هنستخدموها، وليكن هنا هكتب سيلينج ماشي. بعد كده هنستخدم فيرست، وما دام في فيرست يبقى في لاست. فيرست وبعد كده لاست. فيرست بتجيب اول عنصر في التري ست، واللاست بتطلع اخر عنصر في التري ست. فلور، ما دام قلنا سيلينج يبقى في فلور. فلور هو العنصر اللي اقل من العنصر البارامتر. يعني انا مثلا عندي 1 2 3 4، واديت لها فلور التلاتة، ترجع لي الاتنين، ده الفلور. هيد ست، بعد كده عندنا هيد ست، وعندنا برضك في تيل ست، بنام في هيد ست، يبقى هتلاقي في تيل ست هيد ست ماشي. تيل ست هنا اهي، تيل ست. طبعا الجو عندنا في اسكندرية فظيع جدا، الجو ساقع جدا ورجليها متلجة. ماشي، ده بالنسبة للتيل ست. بعد كده في هيد ست وفي تيل ست، وبعد كده فيرست لاست. عندنا بول فيرست. طبعا اكيد كلكم بتحبوا السقعة، يعني محدش بيحب الصيف. بول فيرست، وبعد كده في بول لاست. ده كده بالنسبة للدوال اللي ايه اللي هنشرح عليها. تعالوا بقى نعملوا اوبجكت من ايه. عملت ايه؟ كراش ولا لسه؟ لسه معلش كراش. طيب اشتغل الحمد لله. نيو او، عندنا نعمله تري ست، وليكن هنقوله سترينج، هندخله سترينج في تري ست. تعالوا بقى نعمله تري ست دوت اد، دخلوا عناصر. تعالوا ناخده اسم بحرف الايه، ايمن، لا ما بحبش ايمن، ناخده ايم احمد. احمد ماشي، او هستخدم اميرة، ولا احمد ولا ايمن. بعد كده مثلا تري ست دوت اد، بحب اسم سمية جدا فنخلوه هنا كده. بعد كده ندخله مثلا مصطفى، وندخله حد في النص كده، وليكن دوت مثلا ايه، باسم. وبعد كده ندخله عنصر تاني نسموه مثلا دوت اد، نسميه ايه،
حاجة في النص نادر مثلا، نادر نادر تمام. فلو طبعت التري ست هلاقيها ايه؟ هلاقيها مترتبة أميرة وبعد كده باسم وبعد كده مصطفى نادر سمية. رن أميرة باسم مصطفى نادر سمية فعلا. طيب تعالوا بقى نطبقوا الدوال دي. لو أنا قلت فيرست واحدة واحدة كده نقول سوا فيرست فيرست اهو تري ست دوت فيرست ماشي. بعد كده نجيب اللاست اللاست تري ست دوت لاست. بعد كده نستخدمه مثلا السيلينج، احنا قلنا السيلينج اللي هو العنصر الاعلى سيلينج اوكي، وليكن مثلا سيلينج مين العنصر الاعلى من باسم ماشي، العنصر الاعلى من باسم باسم ماشي. باتري ست بره باتري ست دوت سيلينج باسم، او خلينا نقول ايه بس ايه، هي هتبقى هي نفس الطريقه برضك. بعد كده نقوله سيلينج، بعد كده ايه، بعد كده فلور فلور فلور، هو بيجيب الفلور ثواني كده فلور هو بيجيب العنصر الاعلى ريتيرن ذا جريتست ليميت ان ذا سيت less than بيجيب العنصر الاقل فلور سوري فلور بيجيب العنصر الاقل وليكن مثلا اقل من من سمية سمية ماشي. يبقى عندنا كده هو preset dot floor floor سمية. وبعد كده عندنا ايه دول تاني هيد ست وتيل ست. بص بقى كده تيل ست او نقوله هيد ست الاول هيد ست، وليكن نختاروا حاجة تقسم الست لنصين اي بي، يبقى مصطفى هو اللي هيقسم الايه الست لنصين تمام. نقوله تري ست دوت دوت هيد ست، هيد ست ايه مصطفى. بعد كده تيل ست مصطفى، يعني عايز العناصر اللي بعد مصطفى بتدي ايه بقى تري ست دوت تيل ست مصطفى. بعد كده لو قلت بقى انا عندي بول فيرست بول فيرست اهو الفيرست اهو بول فيرست، قلت ريست دوت بول فيرست، وبعد كده اعمل بول لاست واقول تري ست دوت بول لاست، وبعد كده اطبع بقى الكونتنت بتاع الست التري ست بالشكل ده. تعالوا كده نتوقع اللي هيطلع قبل ما نرن الكود. التري ست خلصناها خلاص، الفيرست هيطبع مين؟ هيطبع اميره، لان ده ابجديا هي اول اليمنت في الست. اللاست هيطبع اس سميه. سيلينج يعني العنصر اللي اعلى صح، اللي اعلى من البي هيطبع باسم. لو رحنا للسيلينج تاني فين السيلينج سيلينج سيلينج اهي،
the list element in the set greater than list greater than يعني العنصر الأعلى. يعني هيطلع العنصر الأعلى من البي هو باسل، لأن بي دي هي في أول البي أكنها بي A A A كلها A، فباسم هو أعلى من البي. بعد كده فلور العنصر اللي أقل من سمية، هلاقوه مصطفى ولا مين؟ إم وإن هلاقوه مصطفى. بعد كده التيل الهيد ست يعني العناصر اللي أقل من مصطفى، هلاقي نادر وأميرة وباسم. بعد كده العناصر اللي بعد مصطفى التيل ست هلاقيها مين؟ هلاقيها سمية. بعد كده بول فيرست هلاقيها، هيطلع بقى هنا مش فيرست، خلي بالك في فرق بين بول فيرست وفيرست. فيرست ده بس بيظهر او بيطبع العنصر الاول او بيرجع العنصر الاول، اما بول فيرست، بول فيرست بيشيل العنصر الاولاني من الايه؟ من التري ست. بول لاست بيشيل العنصر الاخير برضك، يعني هيشيل سمية وهيشيل اميرة من الست، وبعد كده يطبع ايه؟ باسم نادر مصطفى. نرن بقى كده ونشوف. اول حاجة طبع الست، اول element في الست اميرة، اخر element سمية، ceiling باسم، العنصر اللي بعد سوري المفروض هنا اللي بعد بي، العنصر اللي بعد بي هو باسم. ماشي، اكن البي يعني اكنها بي وبعد كده باسم. يعني مثلا لو في مثلا بي اي اي هلاقي باسم بعديها برضك، هلاقي باسم بعديها. ماشي، باسم اهي. فهو بيشوف العناصر او العنصر الاليمنت الاعلى من بي اي اي او بي لوحدها، اصل الاس هنا اعلى من ثالث اليمنت هنا اللي هو الايه الاي. وبعدين هو ممكن يستخدم الاسكي كود فيجمع ده هو مع ده هو، بس من في بقى ترتيب يعني. ماشي، المهم انت فاهمها، يعني ان هو السيلينج ده العنصر الاعلى من البارامتر اللي انا مديهوله، الفلور العنصر الاقل من فلور سمية، صح فلور سمية. اظن ممكن هنا نقوله فولس او شوفه كده، فلور سمية فلور فلور، نرجع له الفلور تاني. return the greatest element in this set less than or equal هنا معايا equal، خلي بالك or equal to the given element less or equal، فهو عشان equal استغني مية جاب سمية. تمام، بعد كده الهيد ست هلاقي مصطفى قسمت الايه؟ قسمت الست عندي لنصين. ماشي، أميرة وباسم لأنهم قبل مصطفى، واللي بعد مصطفى نادر وسمية، نادر وسمية. الهيد ست لو أنا مش عايز أخلي معاها مصطفى ممكن أعمل هنا فولس، فولس. تمام، بالشكل ده لو أنا مش عايز أعمل انكلوسيف لمصطفى هنا، فرن تاني. فالتل ست هلاقي مين؟ أميرة وباسم وبعد كده نادر وسمية، فهيبقى مصطفى قسم الايه؟ الست لنصين، هو في النص ما بينهم، ما بين أميرة وباسم ونادر وسمية، وعملت فولس هنا بحيث اللي هو ما يظهرش، ما يبقاش انكلوسيف معاهم. تمام، بعد كده بول فيرست هيشيل أول إليمنت في الست اللي هي أميرة، وبول لاست هيشيل آخر إليمنت في الست اللي هي سمية، وبعد ما يشيلهم هيلاقي ظهر ايه؟ باسم ومصطفى ونادر بترتيبهم الايه؟ الابجدي. ده كده بالنسبه للتري سيت. طبعا الدوال بتاعتها جميله جدا وسهله جدا في استخدامها، وجميله جدا وسريعه جدا، يعني حاجه جميله جدا التري سيت. طيب في بروبلم بقى هتبقى اسفل الفيديو، هي مالهاش علاقه قوي بالتري سيت، مالهاش علاقه بالتري سيت، هتتكلم عن الست عموما، ولكن فيها فكره حلوه جدا جدا جدا. ماشي، المساله انت مش لازم تحلها، هي المساله صعبه، المسألة صعبة. أنا هديك الفكر الرياضي بتاعها، هي من فكر رياضي شوية، ماذا ريسبكتيف، هقول لك إزاي تتحل بالرياضة. عرفت تعمل لها كود كان بها تبقى شاطر قوي، ما عرفتش تعمل لها كود خلاص مفيش مشكلة، لا حاجة لا تنقص منك يعني، ويكمل الكورس عادي جدا.
المسألة هي بتقول أنا عندي بيقول لك أنا عايز الكونتنت بتاع الأريا اللي متعلم عليها بالإكس، يعني عايز الكونتنت بتاع الحتة دي كده وبتاع الحتة دي وبتاع الحتة دي كده أهي. طيب أنا هوضح أو هشرحها كرياضة الأول وبعد كده أنت هتعمل لها الكود بتاعها، وهتلاقوا الكود بتاعها محلول أسفل الفيديو لو ما عرفتش الحل بتاعها. انا عندي دلوقتي ثلاث دوائر، دايره اهي ودايره اهي ودايره اهي، وهو الراجل عايز يجيب الايه الجزء ده كده مع الجزء ده مع الجزء ده، يعني اللي هو الجزء ده كده مع الجزء ده مع الجزء ده. طبعا هو المسألة دي من الست سيري تمام، فهي مسألة صعبة شوية. طيب هتجيب الثلاث أجزاء دولت ازاي؟ طب تعالوا نقوله أول حاجة نعمله ليبل لكل ايه لكل دايرة، وليكن مثلا دهيا الدايرة دي اسمها ايه، أو الست دي اسمه ايه، والست دي اسمها بي، والست دي اسمها سي. ست ما تخليش دماغك تروح لبعيد، ست انجلش يعني مجموعة مش ست. ماشي، الجزء الصغير ده اللي هو ايه، اللي هو التقاطع بتاع، يعني الجزء ده كده اهو اللي هو تقاطع الثلاث مجموعات. مثلا هسميه دي، مثلا المجموعه دي بيساوي A تقاطع البي تقاطع السي تمام. ده كده بالنسبه لايه، للدي. طيب انا دلوقتي عايز اجيب الجزء ده وده وده، فممكن اقول ايه، اقول والله هو ممكن يبقى اتحاد عندي الثلاث مجموعات A اتحاد ال B اتحاد ال C، ده اللي هو الايه الشكل كله. تشيل منه ال D ماشي، اللي هو الجزء الازرق ده، وبعد كده تشيل بقى الحتة دي كده اللي هي اسمها A ناقص ال B ناقص ال C، وبعد كده تشيل الحتة دي اللي هي ايه B ناقص ال A ناقص ال C، يعني العناصر المختصة بس ب B ناقص ال A ناقص ال C، وبعد كده تشيل منهم لو نزلت شوية ناقص C ناقص ال B ناقص ال A. دي كده المعادلة اللي هتحل الشكل ده كده تمام، دي المعادلة اللي هتحل الشكل ده. طيب احنا ممكن نفكر المسألة دي في صيغة معناها ايه، معناها ايه الثلاث اجزاء دول، يعني معناها اللي هو الجزء المشترك بين A و B ومش مشترك معهم C، والمشترك بين A و C ومش مشترك معهم B، ومشترك بين B و C ومش مشترك معهم A. فممكن تحط لها صيغة يعني معناها ايه، او هي هتطلع ايه في الاخر. دي كده المعادلة اللي هتطلع عليه التلات اجزاء دولا الخضر دولا. طيب في فكرة تانية او ممكن تحلها بطريقة تانية برضك، تعالوا نرسموها تاني كده، وليكن مثلا انا عندي الدايرة دي كده اهو والدايرة دي كده اهو، وعايز اجيب التقاطع اللي ما بينهم، هقول ايه ناقص ايه تقاطع البي، ايه تقاطع البي. طيب لو في دايرة كمان بقى كده وعايز اجيب الجزء ده، شايف كده الجزء ده، يبقى اقول ايه تقاطع البي، تشيل منه ليه الدي، الدي اللي احنا معرفينها اللي هي ايه تقاطع البي تقاطع السي، اللي هو الجزء الصغير اللي في النص بين الثلاث دوائر. طيب ده بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو الجزء ده كده. الجزء الثاني اللي هو ده، لو ده سميناه ايه وده سميناه بي وده سميناه سي، فهنقول الجزء الثاني خلوا لون ثاني مثلا، اللي هو مثلا هيبقى ايه تقاطع السي
ماشي. ايه تقاطع السي يدي الجزء ده كده كله، بس كده الجزء ده كده كله، اشيل منه بقى الحته الصغيره دي اللي هي ناقص الدي. بعد كده اخر جزء عندي اللي هو البي تقاطع السي، البي تقاطع السي، البي تقاطع السي، وتنقص منها الدي، شيل منه الدي. وده كده جزء، ده كده الجزء الاولاني، وده كده الجزء الثاني، وده كده الجزء الثالث. تعمل لهم بقى ثلاث اجزاء دوت مع بعض، اتحاد يونيون بين الثلاثه، يديك الايه، يديك الجزء اللي انت عايزه، الثلاث اجزاء اللي انت عايزه. تمام. فدي كده فكره، دي كده فكره تحل بيها، ودي فكره تحل بيها. شوف الاسهل ايه بالنسبه لك وحل بيه. انت فهمت الرياضه او معاك المعادلات بتاعت الرياضه اهي، حل بيها. هو حطوا المساله هتطول معاك شويه، ولكن في الاخر هتطلع معاك مظبوطه. تمام. وهتلاقي الكود اسفل الفيديو ان شاء الله. ولهنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.